عشاق السفر في كل مكان، تحياتي لكم. اليوم في مكان خاص، في مكان ما في مثله مكان ثاني في العالم. احييكم من قلب مكة المكرمة والكعبة المشرفة. بعرف كثير ناس من انحاء العالم فعلا محتاجة وبدها تزور هذا المكان، فعلى هذا الاساس حبيت اليوم اشارككم زيارتي ورحلة عمرتي الى رحال الحرم المكي الشريف والكعبة المشرفة. خليكم معنا وخلينا نبدأ. ويا رب، هذا هو إطلالي على الحرم المكي الشريف بالكامل. مثل ما شايفين شلون هاي لسه أعمال التوسعة الجديدة هون عم بتصير. خلينا نركز، وهذا هون المعلم المعروف عالميا صار ساعة الحرم، وهي بتنشاف من حوالي قبل ما تدخل مكة المكرمة. هاي نحن هلا وصلنا هون إلى ساحة الحرم، وهي هون المآذن المشهورة عالمية والمعروفة على مستوى العالم. هاي كلها هون أبراج وفنادق فاخرة 5 ستارز، تعتبر من اغلى المناطق في على مستوى العالم، المناطق اللي حوالين الحرم. على فكره اعمال الصيانه والتنظيف موجوده 24 ساعه في الحرم. هذا التوسعه الجديده، الشيء لازم تعرفوه يا اصدقائي انه الحرم مكي بعد التوسعة هيكون يتسع إلى 2 مليون مصلي في نفس الوقت. شيء ثاني كمان، هنيك 25 باب رئيسي بالنسبة للحرم، مثل باب السلام، باب ملك فهد، باب ملك عبد العزيز. ولكن بالمجمل إذا جينا حسبنا كل أبواب الحرم بتوصل لأكثر من 112 باب. متخيلين؟ طبعاً أكيد تكون متخيلين، لأنه هلا نحن نحكي عن مساحات ضخمة جداً، 2 مليون مصلي بنفس الوقت بعد التوسع، بعد انتهاء التوسعات. عم نحكي عن جهود جبارة، الله يعطيهم العافية. وخلينا نكمل مع بعض نشوف الحرم من جوا وكيف ترتيبه. طبعاً الشيء الجميل لازم تعرفوا أنه ما في دورات مياه داخل الحرم، لا، كلها بتكون برا في ساحة الحرم. دورات مياه على مستويات كبيرة جدا. نحن عم نحكي يمكن هذا المكان اللي شفناه هون فيه تقريبا حوالي ما يقل عن 500 دورة مياه. نحن عم نحكي فيه منه بدال الواحد في 6، شايفين فيه يمكن في 10 حوالين الحرم، في نساء وفي رجال. المياه موجودة هون على ساحة الحرم موجودة طوال الوقت، بس طبعا هي مو ماء زمزم، ماء زمزم بتكون موجودة فقط داخل الحرم. وهلا حنشوفها كمان. واحد من اهم الابواب الرئيسيه في البوابات في الحرم هو باب الملك فهد رقم 79، وبيدخلك مباشره على صحن الطواف. يعني منظر مبهر صراحه بالمبنيات اللي حوالين الحرم. احنا الى داخل الحرم المكي الشريف مباشرة، حتحس بنوع من الطمأنينة بالراحة. عم نحكي عن نوع ضخم جدا، أكبر مسجد. ما شايفين كيف في ناس بتجي بتنام هون. طبعا الشيء الجميل انه كله موجود، لوحات ارشاديه موجوده بتكون بثلاث لغات اساسيه اللي هي العربيه والانجليزيه بالاضافه للاردو، بحيث انه يغطوا احتياجات معظم الزائرين لهون. طبعا قوات الامن موجوده باستمرار، هذا الشيء ضروري جدا لامان المسجد. بالإضافة هاي هي هون اللي هو سقيا زمزم، في بيجي منها نوعين، غير مبرد ومبرد.
طبعاً لحالها بطعم مختلف تماماً. شيء جدير بالذكر أصدقائي إنه عمليات التنظيف والاهتمام موجودة 24 ساعة في هذا المكان المبارك. جهود جبارة تبذل بشكل يومي. جماعة صراحة ما بيأسروا أبداً، المي ما بتنقطع. وهلأ من نحن رح نوصل للقطة الحاسمة اللي كل مسلم على وجه الكرة الأرض. عشاق السفر في كل مكان، تحياتي لألكن. اليوم في مكان خاص، في مكان ما في مثله مكان ثاني في العالم. أحييكم من قلب مكة المكرمة والكعبة المشرفة. بعرف كتير ناس من أنحاء العالم فعلا محتاجة وبدها تزور هذا المكان، فعلى هذا الأساس حبيت اليوم أشارككم زيارتي ورحلة عمرتي إلى رحال الحرم المكي الشريف والكعبة المشرفة. خليكم معنا وخلينا نبدأ. ويا رب هذا هو إطلالي على الحرم المكي الشريف بالكامل. مثل ما شايفين شلون هاي لسه أعمال التوسعة الجديدة هون عم بتصير. خلينا نركز، وهذا هون المعلم المعروف عالميا صار ساعة الحرم، وهي بتنشاف من حوالي قبل ما تدخل مكة المكرمة. هاي نحن هلا وصلنا هون إلى ساحة الحرم، وهي هون المآذن المشهورة عالميا والمعروفة على مستوى العالم. هاي كلها هون أبراج وفنادق فاخرة 5 ستارز، تعتبر من أغلى المناطق في على مستوى العالم، المناطق اللي حوالين الحرم على فكرة. أعمال الصيانة والتنظيف موجودة 24 ساعة في الحرم. هذا التوسعة الجديدة. الشيء لازم تعرفوه يا أصدقائي أنه الحرم مكي بعد التوسعة هيكون يتسع إلى 2 مليون مصلي في نفس الوقت. شيء ثاني كمان، هنيك 25 باب رئيسي بالنسبة للحرم، مثل باب السلام، باب ملك فهد، باب ملك عبد العزيز. ولكن بالمجمل إذا جينا حسبنا كل أبواب الحرم بتوصل لأكثر من 112 باب. متخيلين؟ طبعاً أكيد تكون متخيلين لأنه هلا نحن نحكي عن مساحات ضخمة جداً، 2 مليون مصلي بنفس الوقت بعد التوسع، بعد انتهاء التوسعات. عم نحكي عن جهود جبارة، الله يعطيهم العافية. وخلينا نكمل مع بعض نشوف الحرم من جوا وكيف ترتيبه. طبعاً الشيء الجميل لازم تعرفوا أنه ما في دورات مياه داخل الحرم، لا، كلها بتكون برا في ساحة الحرم. دورات مياه على مستويات كبيرة جدا. نحن عم نحكي يمكن هذا المكان اللي شفناه هون فيه تقريبا حوالي ما يقل عن 500 دورة مياه. نحن عم نحكي فيه منه بدال الواحد في 6، شايفين في يمكن في 10 حوالين الحرم، في نساء وفي رجال. المياه موجودة هون على ساحة الحرم موجودة طوال الوقت، بس طبعا هي مو ماء زمزم، ماء زمزم بتكون موجودة فقط داخل الحرم. وهلا حنشوفها كمان. واحد من اهم الابواب الرئيسيه في البوابات في الحرم هو باب الملك فهد رقم 79، وبيدخلك مباشره على صحن الطواف. يعني منظر مبهر صراحه بالمبنيات. طبعا هذا هون الصف هذا الموجود كله عشان بس يروحوا يقبلوا الحجر الأسود اللي هو نزل من الجنة. يا رب الله يطعمكم زيارة فعلا تستشعروا العظمة والمتعة والروعة والراحة اللي بتشوفوا في هيك مكان، الألفة والمحبة الموجودة بين أنواع البشر. بيحكي إنجليزي، بيحكي عربي، بيحكي أوردو، بيحكي ألماني، بيحكي فرنسي، من المغرب، من الصومال،
من السنغال، كل مكان من اندونيسيا مثل ما شايفين الناس كله. هذا جروب سياحي، جروب زي معتمرين. سبحانك يا رب. هذا هون الركن اليماني، هو كمان من حجر الكعب المكشوف. طبعا ريحة العطر الموجودة فيه بشكل صراحة لا يمكن ابدا انه يكون الى مثيل. هذا هون هو اللي هو الكعب المشرف امامنا مباشرة. سبحانك الله. ريحة عطرة جدا، ريحة جميلة جدا. تعرفوا كمان انه من السنة انه انت ما تعمل الطواف تعمله يكون كتفك الايمن الظاهر. هي كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاكيد ما دام انت جاي تسوي عمرة فالافضل انك تلتزم بالسنن كلها، تاخذ الاجر كامل باذن رب العالمين. شعور يا رب الله يطعمكم. اكيد الزيارة لهون تتذكرون بدعوة. اكيد هلا قربنا نخلص من الروح على السعي او المسعى، كله مكتوب طبعا وين تتجه. هلا نحن هون، هذا هون نحن ندخل على الحجر اللي هو يعتبر جزء من داخل الكعبة. طبعا الدنيا زحمة كتير. من اجمل اللحظات ممكن من جد تعيشها باتجاه الحرم انه طوال عمرك بتصلي باتجاه الكعبة وما بتشوفها أمامك، فما بالك الآن أنت بتصلي وبتصلي في الحجر إسماعيل اللي هو عبارة عن جزء من الكعبة أو بتشوفها أمامك بشكل مباشر. هاي التجربة لحالها لا يمكن أن توصف أبداً بأي نوع من أنواع الكلام. هاي عبارة عن تجربة روحية ما رح يعرف يوصفها أصلاً أحد، إلا يمكن لازم تجربها بنفسك والله يطعمك. أكيد يعني القدوم لهون لأنه فعلاً ما في شيء ممكن ابدا يعوض هذا الشيء. هذا هون كمان على فكره فوق في مكان ثاني للطواف، فوق كمان هذا الاسطوح كمان مكان للطواف. طبعا لما تكون الدنيا زحمه مثلا برمضان، لما تكون الدنيا مثلا في الحج، هاي الاماكن كلها 1 2 3 كلها بتكون بالاضافه لهون. هون طبعا بيكون صحن الطواف خاتم مثل ما بيقولوا، بيكون فول بورد. بعد ما خلصنا نحن الآن من الطواف نتجه إلى المسعى الصيانة والتوسعة والتطوير كلها شغالة لسه. طبعا الآن السعي بيبدأ من بداية الصفا. طبعا الصفا تكون 7 أشواط، فبالتالي أنت بتبدأ بالصفا وبتنتهي بالمروة. طبعا الشيء المهم جدا هذا هو جبل الصفا أو ما تبقى من جبل الصفا. طبعا هذا كان سيدتنا هاجر ام اسماعيل عليها السلام، هي اللي نحن الان نكتفي اثرها في هذا الموضوع. هذا هو جبل الصفا او ما تبقى من الصفا ومروه جمع من جبل الصفا. فبتبدا اول شيء اكيد بسم الله والله اكبر باتجاه الكعبه، وبتبدا اللي هو الشوط الاول. عندك 7 أشواط تسعى فيها. الشيء المهم جدا انه في السعي تقريبا المسافة حوالي 1 كيلو اذا ما كانت اكثر. تقريبا النقطة الاهم انه في انوار خضراء. باختصار اللي هو الشيء الصحيح انا اتأكدت لكم منه انه طول الصف السعي بين الصفا والمروة هو 400 متر تقريبا، اجمالي حوالي 2000. مرحلة الهرولة بالنسبة للرجال، وهي سنة مستحبة للرجال مثل ما شايفين شلون، بينما غير مستحبة بالنسبة للنساء. طبعا الشيء الأساسي المهم كمان انه في مياه زمزم موجودة على طول الطريق بين الصفا والمروة.
وصلنا هون للمروة. طبعا ما في اي شيء بالمروة، يعني حتى الجبل في بقايا جبل المروة، لانه هي كان طبعا مثل بتعرفوا الصفا والمروة جبلين والسعي بيكون بيناتهم، وبسبب توسعة الحرم هون المروة هذا الباقي من المروة. هاي هي هون الارض، ما بعرف معموله بطريقة معينة. هون بقول بسم الله والله اكبر وبتكمل، وهيك كملنا اول شوط. المهم لازم تعرفوها كمان، انه في بدال السعي والمروة واحد في اربع طوابق، طابق ارضي، في الطابق هذا الاول، في بعدين الثاني، وفي الثالث، يعني اربع صفا ومروة. سبحان الله في تجهيزات رائعة، الله يعطيهم الف عافية القائمين على الحرم، جهود جبارة. فانا لهون اكيد بعد ما تخلص السبع اشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، بتساوي هو التحلل وقص الشعر، ويكون ان شاء الله يا رب الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وانا هون بقلكم مع السلامه، وان شاء الله حدعي للجميع باذن رب العالمين، ونشوفكم على خير وباذن رب العالمين. يا رب الله يطعمكم زياره لمكه. وطبعا بس حبيت اقول شغله مهمه، افضل وقت لزياره مكه المكرمه هو بشهر 11-12، يعني فتره الشتاء، لانه بكون الجو جميل والدنيا ما فيها الزحمة الكبيرة يعني. فهي شغلة جدا مهمة، وبنفس الوقت ما بتكون أسعار الفنادق اللي جنب الحرم بتكون غالية، بالعكس بتكون مقبولة، لأنه الموسم بيكون خفيف نسبيا. فدائما اختاروا الوقت المناسب، لأنه بالصيف بيكون شوي حر، أو حر مو شوي. بالإضافة كمان أكيد رمضان والحج بيكون موسم وبيكون أسعار واو. شفناكم على خير ويعطيكم ألف عافية. صورة الكعبة والإطلالة على الحرم وصحن الطواف من الطابق الأول. ما بعرف كم من فوق. أنت جاي على الحرم لهون ومعك شنطة أو معك أي شيء وما بدك تدخلوا على الحرم، الحل هو بصناديق حفظ الأمتعة، بتحطها هون وبتروح بتكمل عباداتك بشكل كامل. الأسعار بتتراوح من 5 ريال سعودي ل 10 ريال سعودي على حسب حجم الشنطة، الأسعار على حسب حجم الشنطة وبنفس الوقت على حسب الوقت اللي انت بتحطه فيه بالإنجليزي وبالعربي. شايفين السلام يا عمو المكان، الناس نايمة بأمان الله في ساحة الحرم بدون أي نوع من أنواع الاكتراث أو حتى القلق. سبحانك ربي، هالمكان شو فيه راحة غير طبيعية، راحة فعلاً بتخليك فعلاً تجي لهون بس تستمتع وتقضي الوقت بالاستمتاع بهالراحة. الحارات اللي بجانب الحرم، الجرافيتي كمان شغال هون في مكة. كل عام وأنتم بخير، عيد سعيد. وجرافيتي شغل مكاوي، طبعا اهل مكه يطلق عليهم مكاويين، مكي. ف صراحه اللفته جميله، هي احد الحواري جنب اهالي حي الحفايف.